أعوذ بالله من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا ربي أصبحت لا أرجو غيرك ولا أدعو سواك ولا أرغب إلا إليك ولا أتضرع إلا عندك ولا ألوذ إلا بفنائك. إذ لو دعوت غيرك لم يجبني ولو رجوت غيرك لا خلف رجائي. وأنت ثقتي ورجائي ومولاي وخالقي وباري ومصوري. ناصيتي بيدك تحكم فيها كيف تشاء. لا أملك لنفسي ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أحذر. أصبحت مرتهنا بعملي وأصبح الأمر بيد غيري. اللهم إني أصبحت أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك ورسلك على أني أتولى من توليت وأتبرأ ممن تبرأت منه. أؤمن بما أنزلت على أنبيائك ورسلك. فافتح مسامع قلبي لذكرك حتى أتبع كتابك وأصدق رسلك. وأؤمن بوعدك وأوفي بعهدك. فإن أمر القلب بيدك. اللهم إني أعوذ بك من القنوط من رحمتك واليأس من رأفتك. فأعذني من الشك والشرك والريب والنفاق والرياء والسمعة. واجعلني في جوارك الذي لا يرام. واحفظني من الشك الذي صاحبه يستهان. اللهم وكلما قصر عن استغفاري من سوء لا يعلمه غيرك فعافني منه واغفره لي. فإنك كاشف الغم مفرج الهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فابن علي بالرحمة التي رحمت بها ملائكتك ورسلك وأولياءك من المؤمنين والمؤمنات. اللهم رب هذا اليوم وما أنزلت فيه من بلاء أو مصيبة أو غم أو هم فاصرفه عني وعن أهل بيتي وولدي وإخواني ومعارفي ومن كان مني بسبيل من المؤمنين والمؤمنات. اللهم إني أصبحت على كلمة الإخلاص وفطرة الإسلام وملة إبراهيم ودين محمد صلواتك عليه وآله. اللهم احفظني واحيني على ذلك وتوفني علي. بعثني يوم تبعث الخلائق فيه واجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا برحمتك. فإني أسألك خيرا وخير أهلي وأعوذ بك من شره وشر أهلي ومن سمعه وبصره ويده ورجله وكل منه حاجسا. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أسألك أن ترزقني مواهب الدعاء
في دبر كل صلاة، وأسألك خير يومي هذا وفتحه ونصره ونوره وهداه ورشده وبشراه. أصبحت بالله الذي ليس كمثلي شيء ممتنعا، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام معتصما، وبسلطان الله الذي لا يقهر ولا يغلب عائدا من شر ما خلق وذرى وبرى، ومن شر ما يكون بالليل ويكن بالليل ويخرج بالنهار، وشر ما يخرج بالليل ويكن بالنار، ومن شر الجن والإنس، ومن شر كل ذي سلطان أو غيره، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صل يا ربي على محمد وآله الطاهرين.